مساء النور متابعي قناة مجلة أصوات الغد. حاضرين معنا اليوم انتما من أمام محكمة عين سبا بالدار البيضاء في ملف بات شبيه بملف حمزة مومبيبي اللي هو ملف قناة صاحب قناة بلا حدود. احنا اليوم على مشاري في الجلسة الثالثة، باقي ما عرفنا شنو كاين، باغا ندخلوا عدد نعرفوا شنو غادي يكون ان شاء الله. اليوم احنا في الدار البيضاء في انتظار بدء محاكمة ما يعرف بقناة بلا حدود. جيت بصفتي محامي الفنانة سميرة الدودي اللي هي وكيلة ديالي من اجل المؤازرة ديالها ومن اجل الدفاع عن الحقوق ديالها في الملف. الجلسة السابقة انعقدت يوم الخميس الماضي، عرفت جي نيابات جديدة، كذلك كان ملف جديد تقدمت خصوصا النيابة العامة طلب الضم ومستجبت له المحكمة، وبناء عليه تم تأخير الملف لجلسة اليوم. احنا غنشوفوا اذا كان الملف جاهز للمرافعة، اذا كان جاهز احنا غادي نقوموا بالواجب ديالنا. في حالة ما كانوا مطالبين جدد ولا تنصبوا اشخاص اللي هما متضررين، فالمحكمة غالبا غادي في الحالة هذه غادي تقوم تأخير الملف لجلسة اخرى. الأستاذ فيصل عمر زوق محامي بهاء الرباط، وبالمناسبة كنشكروا الأستاذ خالد الغزالي على المجهودات اللي تقوم بها في إطار مواكبة هذا الملف، ومن خلالكم كنتقدموا بالشكر لقناة أصوات على المواكبة ديالها لقضايا اللي هي تحظى باهتمام الرأي العام. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.